اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. अपने दिल अपनी आंखों में ले चले हाथ सीने से पांव में अब ले अपने दिल अपनी आंखों में ले चले हाथ सीने से पांव में अब ले करबला की जमीन तड़पने लगी आशिकों के कदम छूने को बढ़ी गूंज रही गई ये सदा हर आजादार की चाहे करबला 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 जाने आजादार हुसैन करबला आशिक सवारे हुसैन 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 जाने आजादार हुसैन करबला आशिक बढ़ रहे हैं कारवां कारवां जानिबे करबो बला पीरो जवां करबला क्या है किबला है आशिका करबला है अली अकबर की अज़ा करबला जुल्म पर गए सर्वे गरा करबला शौके शहादत का बयां करबला जुल्वाए दरबारे हुसैन हुसैन दरबारे हुसैन करबला इस तरफ खेमों से उठता है धुआं उस तरफ बैठी हुई कुछ बीबियां एक मासूमा कहीं रोहा कोना जिसके रुख पर है तमाचों के निशान एक बीमारो ज़ईफ़ो ना तबा अज़्मे शबीरी है चेहरे से आया है यही आबिद हमारे हुसैन हुसैन जाने आज़ादार हुसैन करबला आशिक सवारे हुसैन करबला जाने आज़ादार हुसैन करबला आशिक सवारे हुसैन तेरे दामन में ये दश्ते नवा सो रहे हैं कैसे कैसे मैं लगा हूँ मैं गलता है शबी है मुस्तफा और वो कासिम है पामाले जफा
چھت گیا تیر سے نندا سا گلا، ہائے اسفر تیرے مرنے کی ادا، یہ ادا یہ ماتم مونوہا یہ فرشِ عزاں، ثانی زہرا کی یہ سب ہے عطا، سر سے چھینی گئی ہے جس کے رضا، جس نے بیٹے کیے بھائی پہ فضا، جس کا خطبہ سر دربار جفا، کر گیا ظلم کو رسوا با خدا، زندہ زید سے ہے للکار حسین، کربلا اے سفر کیسے مسائل ہو رقم، جب ہوئے بازو عباس قلم، گر کر ٹھنڈا ہوا غازی کا عالم، زخموں سے چور ہے سکائے ہرا، رکھا پھر بھی علمداری کا بھرم، آج لہراتا ہے ساحل پہ علم، شان ہے علم ارے حسین، کربلا عاشق زوال حسین، کربلا جان عزادار حسین، کربلا عاشق زوال حسین، کربلا عاشق زوال حسین، کربلا عاشق زوال حسین۔ اپنے دل اپنی آنکھوں میں لے چلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين۔ ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور۔ ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور۔ إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير۔ فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل۔ أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون.
أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون
وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة
إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه
ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين
كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم
واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين
قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
وهذا شهر قدمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار، في من تمن علي وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم صل على محمد وآل محمد. Dua for 12th night of Ramadan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma zayyini fiyya bis-sitri wal-ifaf wasturni fiyya bil-libasil qunu'i wal-kafaf wahmilni fiyya 'ala al-'adli wal-insaf wa aminni fiyya min kulli ma akhaf بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأغل يا غفور عثرتي، فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أغلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك
ولم يكن له ولي من الضر وكبره تكبيرا الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير اللهم إن عفك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أتمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه لك فإن أبت عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبت عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد الليم منك علي يا إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التتول علي فلم يمنعك ذلك من الرحمة والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجود عليهم بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فا
فالق الأسباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل، ولا شبيه يشاكل، ولا ظهير يعوض، قهر بعزته العزة وتواضع لعظمته العظمى، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر على كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنية قد أعطى، وعظيمة مخوفة قد كفى، وبهجة مونقة قد أرى، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا، ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك
منك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على صبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة
اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما غسرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغن به عائلنا، واغض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا، إله الحق. آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وقيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللنا، وعافية منك تلمسنا. برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم عجل لوليك الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم،
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارا موضوع، ہمارا ٹاپک الحمدللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام و بفضل الہی توکل علی اللہ، اللہ پر توکل چل رہا ہے. ہمارے اس ٹاپک کی روشنی میں آج کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اور عرض کرنی ہیں. اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، یہی انسان کے ایمان کی پہچان ہے. کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، کلمہ پڑھنے کے بعد اگر توکل نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا. کلمہ پڑھنے کے بعد توکل اگر پیدا ہو جائے، یقین پیدا ہو جائے، تب پھر انسان مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے. حدیثوں میں، روایتوں میں یہ ہے کہ جب انسان صبح گھر سے نکلنے لگتا ہے تو گھر کے دروازے کے باہر بہت سارے شیطان اس کا انتظار کرتے ہیں تاکہ اس کو پکڑ لیں اور راستے بھر مشکلوں میں، پریشانیوں میں، تکلیف میں، انسیڈنٹس اور ایکسیڈنٹس میں اور حادثات میں مبتلا کرتے رہیں. لیکن اگر گھر سے نکلنے سے پہلے وہ ایک جملہ کہہ لیں، آمنت باللہ وتوکلت علی اللہ، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اگر یہ جملہ کہہ لے تو اللہ شیطانوں کو دور کر دیتا ہے اور پھر وہ اللہ کی رحمت کے حصار میں اور اللہ کے رحمت کے گھیر میں آ جاتا ہے اور اللہ کی رحمت اسے گھیرے رہتی ہے اور اسے بلاؤں سے بچاتی ہے. پورا جملہ اگر کہنا چاہیں تو اس طریقے سے کہیں، بسم اللہ آمنت باللہ وتوکلت علی اللہ ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، یا ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس طریقے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک جملہ فرمایا تھا کہ اے داؤد، اگر انسان مجھ پر بھروسہ کر لے، مجھ پر توکل کر لے اور خود کو میری حفاظت میں دے دے، تب پھر آسمان اور زمین کی ساری مخلوق مل کر کے بھی اسے نقصان پہنچانا چاہیں تب بھی میں اسے حفاظت کے ساتھ بلاؤں اور مشکلوں سے باہر نکال دیتا ہوں. آپ نے غور فرمایا، اللہ کو توکل کتنا پسند ہے. اللہ ہم سے کچھ نہیں چاہتا، اللہ چاہتا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اس پر بھروسہ کر لو. انسان سب پہ بھروسہ کرتا ہے لیکن اللہ پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، وہاں یقین نہیں ہوتا. توجہ رکھیے گا، توکل کتنی عظیم شے ہے. ایک گاؤں تھا، اب یہ دو واقعات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں سوکھا پڑ گیا، بالکل ڈرائی، بارش ہونا بند ہو گئی، بہت دنوں تک بارش نہیں ہوئی، کئی مہینے گزر گئے، سال گزرنے لگے، بارش نہیں ہو رہی، سوکھا پڑ گیا، لوگوں کی کھیتیاں برباد ہو گئیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، پریشان ہو رہے ہیں لوگ. اس گاؤں کے جو عالم دین تھے ان کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے کہ سوکھا پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہوتی، رحمت نہیں آتی، آپ کچھ کیجئے. عالم دین نے، مولانا صاحب نے بتایا کہ دیکھو، جب سوکھا پڑنے لگے اس وقت نماز استسقاء پڑھی جاتی. سنیے گا، بہت اچھی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بڑی خاص بات ہے توکل کے حوالے سے. توکل ہوتا کیا ہے؟ عالم دین نے کہا کہ نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے اور نماز استسقاء کھلے میدان میں پڑھی جاتی ہے، تم سب کل آ جاؤ کھلے ہوئے میدان میں، ہم نماز استسقاء پڑھیں گے. دوسرا دن ہوا، سارے لوگ گاؤں کے وہاں جمع ہو گئے، ظاہر ہے سب کو ہی پانی، بارش کی ضرورت ہے، سب جمع ہو گئے. مولانا صاحب بھی آئے، مولانا صاحب نے پہلے دعا کرائی اور پھر نماز استسقاء پڑھانا چاہتے ہیں اور نماز استسقاء کے بعد پھر دعا کرانا چاہتے ہیں. آئے، جیسے ہی دعا کرائی، دعا کرانے کے بعد انہوں نے نماز استسقاء کے لیے دیکھا کہ لوگوں کی صفیں لگ گئیں کہ نہیں، لوگ صفیں لگا رہے. مولانا صاحب نے، عالم دین نے دیکھا، دوسری صف میں ایک بچہ ہے جو چھاتا لیے کھڑا ہوا ہے. غور کیا آپ نے، چھاتا لیے کھڑا ہوا ہے. سارے لوگ جانتے ہیں بہت دن سے بارش نہیں ہوئی، یہاں تو سوکھا ہے، دھوپ ہے، ساری پریشانیاں ہیں، بارشی کا تو رونا ہے اور وہ چھاتا لیے کھڑا ہوا ہے. مولانا صاحب نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، آپ نماز استسقاء پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے،
تم لوگ گھر جاؤ، مجھے یقین ہے تمہارے گھر پہنچنے سے پہلے ہی بارش آ جائے گی۔ کیوں؟ کہا ابھی میں نے دعا کرائی ہے نا، اس بچے نے آمین کہی ہے، تم سب نے آمین کہی اور اس بچے نے بھی کہی ہے۔ تم سب کا ایمان ایک طرف ہے، اس بچے کا ایمان ایک طرف ہے، اس لیے کہ تم امید کے ساتھ آئے ہو کہ شاید دعا کے بعد بارش آ جائے، لیکن یہ یقین کے ساتھ آیا ہے، اس لیے چھاتا لے کر کے آیا ہے کہ جب دعا کرانے کے بعد بارش آ جائے گی تو پھر میں گھر کیسے جاؤں گا، بھیگتا ہوا نہ جاؤں، اس لیے چھاتا لے کر کے آیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو اتنا توکل پیدا کر لو، اس کے بعد اللہ خود کہتا ہے میرے بندے تیری دعا زبان پر آنے سے پہلے ہی میں تجھ پر رحمتیں اتارنا شروع کر دوں گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کیا آپ نے، ایک بچے کا ایمان اتنا اتنا مضبوط ہے، اتنا توکل ہے اللہ کے اوپر کہ گھر سے آیا ہے تو چھاتا لے کر کے، دعا ہوگی تو وہ اللہ ضرور دے گا، دے گا ہی دے گا۔ اتنا توکل پیدا کرے انسان، ایک بچے نے سب کو سکھا دیا کہ دعائیں مانگنے سے خالی کچھ نہیں ہوتا، جب تک تم اس پر یقین نہ رکھو، جب تک ایمان نہ رکھو، جب تک توکل نہ رکھو، خالی دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ جس سے مانگ رہے ہیں اس کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کے سارے خزانے ہیں، وہ چاہے جب عطا کر سکتا ہے۔ اب آپ نے غور کیا، ہم معصومین سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگیں یا معصومین سے مانگیں، ایک ہی بات ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنی مرضیاں ان کے حوالے کر دی ہیں، چاہے یہ دے دیں چاہے وہ دے دیں، وسیلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، بس کسی سے نہیں مانگنا، صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو جب پریشانی آتی ہے تو اپنے پڑوسی سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ پڑوسی کی طرف انتظار اور امید کی نظروں سے کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ آ کر کے مدد کر دے گا؟ تو اللہ وسیلہ بناتا ہے نا، اللہ وسیلہ، اور اللہ نے وسیلہ بنایا اہل بیت کو، بہترین وسیلہ تو اہل بیت ہے۔ پڑوسی تو مدد کرنے سے مجبور ہو سکتا ہے، ان کے یہاں کوئی مجبوری نہیں ہے، ادھر مانگو ادھر وہ عطا کر دیں گے۔ بہر توکل بہت عظیم شے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا، میرے اللہ تیرا نبی ابراہیم، بڑا خوبصورت جملہ ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، تیرا نبی ابراہیم آگ میں جا رہا ہے۔ اللہ نے سارے فرشتوں کو آسمان پہ ایک جگہ جمع کیا، سات آسمان ہیں نا، ساتوں پر فرشتے ہیں، سب عبادت کر رہے ہیں، سب کو اللہ نے عبادت چھڑوائی اور ایک جگہ جمع کیا، دیکھو میرے ابراہیم کو۔ سب پریشان، میرے اللہ پوری زمین پر ایک ہی تو تیرا سجدہ کرنے والا ہے اور وہ بھی آگ میں جا رہا ہے، اگر یہ جل گئے تو کیا ہوگا، اگر ان کا انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا، تو تیری زمین پر تو کوئی عبادت کرنے والا بچے گا ہی نہیں۔ اللہ نے کہا انتظار کرو، دیکھو ابھی فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ کہا میرے اللہ کیا تو مدد کرے گا؟ فرشتوں نے پوچھا، اللہ نے کہا ابراہیم اگر مجھے بلائے گا تو میں ضرور مدد کروں گا۔ ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں، اتنے میں جبریل آ گئے اور کہتے ہیں کہ اے ابراہیم مدد چاہیے، ہوا میں ہے ابراہیم اور وہیں پر جبرائیل آ کر کے بات کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ نبی ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مدد تو چاہیے لیکن تجھ سے نہیں چاہیے، جس کے لیے جا رہا ہوں اسی سے چاہیے۔ اللہ اکبر، چلے گئے آگ میں، اللہ کا کرم جوش میں آ گیا، میرے ابراہیم کو مجھ پر اتنا یقین ہے، اتنا ایمان ہے۔ آگ میں گئے، اللہ نے آگ کو پھول بنا دیا، گلزار بنا دیا۔ جانتے ہیں آپ، جو کرتا پہنے تھے نبی ابراہیم وہ نہیں جلا، نمرود کے آدمیوں نے جو رسی باندھی تھی وہ جل گئی، ہاتھ میں پیر میں جو رسی باندھی گئی تھی نا پھینکنے سے پہلے، وہ سب جل گئی، کرتا نہیں جلا، کپڑے نہیں جلے، جو پہنے تھے جبہ پہنے تھے وہ کہیں سے بھی نہیں جلا۔ ایک فیصلہ اور ہو گیا، جو غیر کا ہوتا ہے وہ جل جاتا ہے، جو معصوم کا اپنا ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ اسی لیے تو ہم امید لگا کر کے کہتے ہیں کہ اہل بیت ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہمیں بچانا آپ ہی کا کام ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ابراہیم آگ میں جا کر کے بیٹھے اور آگ پھول بن چکی ہے، جبرائیل آ کر کے وہیں بازو میں بیٹھ گئے اور آ کر کے ایک جملہ کہتے ہیں، اے ابراہیم آپ کو پتا ہے آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں میں دیکھ تو رہا ہوں آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے اور یہ جو قریب میں انگارے ہیں یہ سب پھول بن گئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ جبریل کہتے ہیں کہ ابراہیم آپ کو پتا ہے نمرود حیران ہے، نمرود کے لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو آگ میں پھینکا تھا یہ تو ٹھنڈی ہو گئی، یہ پھول بن گئی۔ نبی ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہاں نمرود کو حیرت تو ہے،
میں دیکھ رہا ہوں دور سے نمرود دیکھ رہا ہے، نمرود کو حیرت تو ہے، جبریل کہتے ہیں آپ کو پتا ہے، نمرود اپنے آدمیوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر خدا ہو تو ابراہیم کے خدا جیسا ہونا چاہیے۔ نمرود آج تک کیا کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، ہے نا، نمرود کہہ رہا ہے کہ خدا ہو تو ابراہیم کے خدا جیسا ہو۔ اللہ اکبر، توکل کس پہ کیا تھا؟ اللہ پر۔ بچایا کس نے؟ اللہ نے۔ پوری توجہ رکھیے گا، تو اللہ پر توکل کرے تو اللہ بچانے کے راستے تو خود پیدا کر دیتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک آخری بات اور سناتا ہوں، پھر تقریر ختم ہو جائے گی۔ امام خمینی، یہ تو معصوموں کی بات ہے، آپ معصوموں کے جو غلام ہیں، معصوموں کے جو چاہنے والے ہیں، آپ ان کا توکل دیکھیے، ان کا توکل۔ وہ تو امام تھے، وہ تو نبی تھے، ان کا توکل الگ تھا، ہم نہیں کیوں نہیں کر سکتے؟ امام خمینی کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی معصوم امام نہیں ہے، امام معصوم جو 12 امام ہیں ان کی لسٹ میں نہیں ہے، لیکن سنیے آپ ان کا توکل، کتنی عظیم شخصیت۔ یہ تو ابھی قریب کی مثال ہے نا، جب امام خمینی نجف میں رہتے تھے تو ایک کرائے کے گھر پہ رہتے تھے، بہت دن سے کرایہ نہیں ادا کیا تھا، کرایہ نہیں بھرا تھا، پیسہ نہیں ہو پا رہا تھا، معذرت کر رہے تھے کہ بھائی جب ہو جائے گا میں دے دوں گا دے دوں گا، حالات اتنے مالی حالات اچھے نہیں تھے۔ ایک دن امام خمینی کے جو بیٹے احمد خمینی وہ آئے اور آ کر کہنے لگے، بابا مکان مالک کرایہ مانگ رہا ہے، بہت دن سے کرایہ نہیں ادا کیا ہے۔ امام خمینی کہتے ہیں جا کر کے اس سے کہو کہ کیا اپنا مکان بیچے گا میرے ہاتھ۔ احمد خمینی جو امام خمینی کے بیٹے ہیں وہ حیرت سے باپ کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں کرایہ بھرنے کا پیسہ نہیں اور آپ خریدنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ امام خمینی کہتے ہیں اللہ پر توکل کر کے میں نے یہ جملہ کہا ہے، اللہ پر بھروسہ کر کے جملہ کہا ہے۔ سنیے توکل کا فائدہ کیا ہے، بہت سارے فائدے ہیں توکل کے، کوئی بات نہیں۔ بیٹے نے جا کر کے مکان مالک سے کہہ دیا کہ آپ مکان بیچیں گے؟ مکان مالک نے کہا میں بالکل بیچوں گا اور مجھے کسٹمر بھی مل گیا ہے، خریدار بھی مل گیا ہے، اتنے پیسے میں وہ خرید رہا ہے، میں چاہتا ہوں یا تو کرایہ دیں یا آپ گھر خالی کریں۔ احمد خمینی کہتے ہیں کہ سنیے میرے بابا نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ گھر کو خریدنا چاہتے ہیں۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، کب خریدیں گے؟ احمد خمینی کہتے ہیں کہ میرے بابا نے کہا ہے کہ کل شام تک مغرب سے پہلے آپ اپنے گھر کے اس گھر کے پیپر لے کر کے آ جائیں اور بینامہ ہو جائیں، رجسٹری ہو جائیں، چلیں گے چل کر کے بینامہ کر لیں گے اور رجسٹری کر لیں گے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ لیکن وہ بھی حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ اتنے مہینے سے کرایہ نہیں دیا اور یہ خریدنے کی باتیں کر رہے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، یہ جھوٹ تو نہیں بولتے، کبھی میں نے ان کو جھوٹ بولتے تو نہیں دیکھا، پھر یہ آخر معاملہ کیا ہے؟ وہ بھی حیران ہے۔ احمد خمینی بھی پریشان ہے کہ بابا نے اتنی بڑی بات تو کہہ دی کہ کل اس کو مغرب سے پہلے بلا لو اور رجسٹری کر دی جائے۔ دوسرا دن ہوا، امام خمینی کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ایران کے ایک شہر خمین کے رہنے والے ہیں۔ خمین سے کچھ لوگ صبح صبح امام خمینی کے گھر پہ پہنچ گئے۔ احمد خمینی نے دروازہ کھولا، بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت ہے، آئیے بسم اللہ۔ گھر میں بلایا، اب چائے ناشتہ جو بھی ہوا، اس کے بعد وہ لوگ کہنے لگے بھائی ہم مکے جانا چاہتے ہیں۔ امام خمینی سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے کہ حضور ہم مکے جانا چاہتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے اور ادھر ہی سے نکل جائیں گے، ہمارے پاس یہ کچھ پیسے ہیں، یہ پیسے آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ دیکھیے انسان کبھی کبھی امید کہیں اور سے کرتا ہے اور اللہ دیتا کہیں اور سے، سوچتا ہے ارے بالکل یہ امید تو یہیں سے ملے گا اور وہاں سے کچھ نہیں ملتا، مایوسی آتی ہے، اللہ دوسرا راستہ کھولتا ہے۔ لیکن اللہ پر بھروسہ کرے، بندے پر بھروسہ ہرگز نہ کرے، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پیسہ رکھنا چاہتے ہیں، امانت رکھ لیجئے، ہم ابھی ایک دو گھنٹے کے لیے باہر جا رہے ہیں، واپس آئیں گے۔ امام خمینی نے کہا اگر ان دو گھنٹوں کے بیچ میں اگر مجھے کوئی کام آ گیا تو میں اس پیسے کا استعمال کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ارے کوئی بات نہیں، آپ کر لیجئے گا۔ یہ لوگ چلے گئے، ایک دو گھنٹے بعد واپس آئے اور کہنے لگے کہ دیکھیے ہمارا پلان بدل گیا ہے، کچھ کام آ گیا ہے، ہم ابھی عمرے پر نہیں جائیں گے، ہم واپس جا رہے ہیں، لائیے ہمارا پیسہ واپس کر دیجیے۔ امام خمینی نے پیسہ واپس کر دیا۔ احمد خمینی سب دیکھ رہے ہیں، وہ سوچ رہے تھے کہ اسی پیسے سے تو ہمارا کام ہونے والا ہے اور وہی پیسہ تو واپس جا رہا ہے، دیکھا آپ نے، توجہ کی آپ نے، پیسہ لے لیا انہوں نے، چلے گئے۔
اب احمد خمینی کہتے ہیں کہ بابا یہ پیسہ تو چلا گیا، اب گھر کیسے خریدیں گے؟ شام کو مالک مکان آ رہا ہے گھر کے پیپر لے کر کے۔ امام خمینی کہتے ہیں اللہ پر توکل ہے، اللہ ہی انتظام کرے گا، اللہ راستے خود کھولے گا، بندوں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے گھر میں کوئی کمی، اللہ کے دربار میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، احمد خمینی کہتے ہیں میں نے اپنے بابا کو دیکھا اتنے آرام سے بیٹھے ہیں جیسے کچھ معاملہ ہی نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، سکون اور اطمینان کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ایک گھنٹہ باقی، ٹائم گزر رہا ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے، ایک گھنٹہ باقی ہے کہ وہ مالک مکان آنے والا ہے۔ اب احمد خمینی کہتے ہیں میں تو بڑا پریشان تھا کیا ہوگا۔ اتنے میں کسی نے گھر کا دروازہ نوک کیا، احمد خمینی کہتے ہیں میں نے جا کے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میرے چچا آئے ہوئے تھے، میرے چچا تھے جو دروازے پر تھے۔ میرے یہ چچا ایران میں رہتے تھے، خمین میں رہتے تھے، جو خمین سٹی ہے ایران کا، وہاں رہتے تھے، وہاں سے آئے تھے۔ کہنے لگے کہ میں تو خوش ہو گیا، چچا آئے، میرا چچا ملنے کے لیے آئے۔ سلام دعا ہوئی، گھر میں لے کر کے آئے، چچا جا کر کے اپنے بھائی سے، امام خمینی سے ملے، امام خمینی کے بڑے بھائی ہیں، یعنی ان کے بڑے چچا، بڑے بابا، تایا کہہ لیجیے، احمد خمینی کے بڑے بابا۔ کہتے ہیں کہ امام خمینی، اچھا ان کا نام ہے سید مرتضیٰ پسندیدے، امام خمینی کے بڑے بھائی۔ امام خمینی کے بڑے بھائی امام خمینی پوچھتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ یہاں آئے زیارت کرنے کے لیے آئے ہوں گے؟ کہنے لگے ہاں زیارت بھی کرنے آیا تھا اور ایک ضروری کام تھا۔ کیا کام تھا؟ خمینی صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا کام تھا؟ انہوں نے اپنے سامان میں سے کچھ پیسے نکالے، پیسے نکالنے کے بعد امام خمینی کے سامنے رکھے اور کہنے لگے کہ بھائی سنیے، ہمارے شہر میں خمین میں جو ہماری پراپرٹی تھی وہ میں نے بیچ دی ہے، اس میں میں نے اپنا حصہ نکال لیا ہے اور یہ آپ کا حصہ ہے جو میں لے کر کے آیا ہوں۔ احمد خمینی کہتے ہیں کہ جب ہم نے گنا تو وہ اس سے بھی زیادہ تھا جتنی قیمت ہم کو مکان کی، مالک مکان کو دینی تھی خریدنے کے لیے، اس سے بھی زیادہ پیسہ تھا۔ خمینی صاحب نے مسکرا کے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا کہ دیکھو، ہم نے اللہ پر توکل کیا تھا، اللہ نے ہمارے لیے راستے کھول دیے ہیں۔ جب انسان اللہ پر توکل کرنے لگتا ہے تو اللہ خود راستے کھولتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى، السلام عليك يا حسين ابن علي الشهيد بكربلاء، السلام عليك يا علي ابن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا محمد ابن باقر علوم النبيين، السلام عليك يا جعفر ابن محمد الصادق، السلام عليك يا موسى ابن جعفر الكاظم، السلام عليك يا علي ابن موسى الرضا المرتضى، السلام عليك يا محمد ابن علي التقي الجواد، السلام عليك يا علي ابن محمد النقي الهادي، السلام عليك يا حسن ابن علي العسكري، السلام عليك يا حجة القائم يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن كعبة الإيمان، إمامنا وإمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك، وظهور الأمر ورحمة الله آتوك.
اللهم صل على